بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى. أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا. كلا. لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. فليدع ناديه. سندع الزبانيه. سندع الزبانيه. كلا. كلا. لا تطعه واسجد واقترب. لا تطعه واسجد واقترب. Okay, hari ini teacher buat hafazan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 8 dulu, okay? Esok teacher akan bagi ayat 1 sampai 9 dan seterusnya. Okay, tadi dah dengar ustaz baca kan? Jadi teacher pula yang baca, tapi tak semua macam ustaz tadi baca. Teacher akan bagi ayat sedikit demi sedikit, okay? Okay, ayat 1 sampai 8 ya. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعى. Okay, teacher ulang lagi sekali eh. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إنا إلى ربك رجعان